عرض استحواذ الدار العقارية الإماراتية تدرس شراء حصة في مدينة نصر المصرية. من شأن الصفقة تعزيز وجود الشركات أو الشركة الإماراتية في مصر، أكثر دول العالم العربي كثافة سكانية، بعد شرائها حصة مسيطرة في سوديك، فهي الآن تتوجه إلى شراء حصة مسيطرة في مدينة نصر المصرية. تدرس شركة الدار العقارية الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تطوير العقار المصرية مدينة نصر الإسكان، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة، وهي صفقة من شأنها تعزيز وجود الشركة الإماراتية في أكثر دول العالم العربي كثافة سكانية. وقالت المصادر إن المناقشات في مراحل مبكرة وقد لا يكون العرض وشيكا. تعال نسمع الفيديو. للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة التطوير العقاري المصرية مدينة نصر للإسكان، وذلك بحسب وكالة رويترز. ولا تزال المفاوضات بين الطرفين في مراحلها المبكرة، وقد لا ينتج عنها أي اتفاق نهائي. يذكر أن الحكومة المصرية تمتلك حصة في شركة مدينة نصر تصل إلى 15%، وفي حال إتمام عملية الشراء فستكون هذه هي صفقة الاستحواذ الثانية في مصر للدار العقارية بعد شرائها حصة مسيطرة في شركة سوديك العام الماضي. شكرا لاستماعكم لهذا الفيديو، متنسوش اللايك والشير والتعليقات، هرد بكتابة او بفيديو مخصوص، واشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد.